السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم في موضوع مهم جدا، يعني كل المواضيع اللي تطرقت ليها من باب الأهمية نتاعها، وهو موضوع العلاقة ما بين الجزائر وفرنسا. كان بعض الناس وأغلبية الناس يظنوا باللي الجزائر تحكم فيها فرنسا، باللي احنا الجزائر يحكم فيها ولاد فرنسا، وهذا خطأ فادح، خطأ كبير. علاش؟ لأن اللي يروج لهذه الفكرة هو مخزن المغربي، هو اللي يروج لهذه الفكرة نتاع ولاد فرنسا، كبرانات فرنسا، جنرالات فرنسا. وبعض المراركة تاع الجزائر، لأن عندنا احنا المراركة في الجزائر، هم جزائريين ولكن تفكيرهم تاع المروك، يخمو كي المروك. هما رفضوا هذا التفكير هذا، وعادوا يردوا فيه. ونعطيكم الدليل على أن الجزائر لا تتبع فرنسا أبدا، منذ الاستقلال لم تتبع فرنسا. الدليل الأول هو أن إمدادات الغاز نحو أوروبا، عندنا إمداد في تجاه إيطاليا، وعندنا إمداد ثاني تجاه إسبانيا، لكن لا يوجد إمداد تجاه فرنسا. لو كانت فرنسا تحكم في الجزائر، كانت تفرض يكون عندها أنبوب يروح لها مباشرة نتاع الغاز، وهي دولة تحتاج كثير للغاز، وعندها التكنولوجيا باش تنشأ أنبوب من الجزائر نحو فرنسا. كيفاش حنا تابعين لفرنسا والغاز هذا يروح لإيطاليا، يروح لإسبانيا وما يروحش لفرنسا؟ كيف تقبل فرنسا بعد الأمر هذا؟ إذن هذا دليل على أن فرنسا لا تأثير عليها في سياستنا الخارجية ولا في اختياراتنا الاقتصادية. هذا أول. وكان هذا البروباغندا، الدعاية تاع المخزن إذا الكبيرة، يعني اللي مارقة قاع هيتيك، وبعض الناس مشوا فيها، أن الجزائر تمد الغاز باطل لفرنسا، وتمد الغاز باطل للدول الأوروبية. هذه دعاية مخزنية. والمراركة نتاع الجزائر رفدوها ومشوها، هذه دعاية. السبب الثاني، دليل ثاني على أن الجزائر لا تتابع فرنسا أبدا، هو صفقات الأسلحة تاع الجزائر. ما كانش صفقات أسلحة مع فرنسا. تصوروا لو كانت فرنسا تحكم في الجزائر، ما تفرضش الأسلحة نتاعها تتباع هنا في الجزائر، تشترى عمل من الجزائر. لو كانت عندها ذراع في الجزائر، ظنوا باللي الرافار ولي طوندار والإكزوسات وكل الأسلحة اللي كانت عندها رواج في العالم، كما الإكزوسات، هذا سيتان ميسيل أونتي أيريان، كان عنده صيت في العالم. على الجزائر ما شراتش الأسلحة الفرنسية. لو كان عندنا حنايا ولاد فرنسا يحكموا فينا، علاه ما فرضوش علينا الأسلحة الفرنسية؟ إذن هذا دليل ثاني على أنه لا أثر للوبي الفرنسي في الجزائر. هي الحقيقة فيه
لوبي فرانكو بربريست كما نسموه احنا، تابع لفرنسا لكن ضعيف ولا وجود له في الجيش. لو كنا نشوفه في الجيش الوجود صفر تاع اللوبي الفرنسي. كان بعض الاشخاص، صحيح في بعض الاشخاص على المستوى الاجتماعي، مستوى الشعبي ولا في مؤسسة، بعض المؤسسات، كان بعض الاشخاص محسوبين على التيار الفرانكو فيلي فرانكوفيل او التيار البربري الفرنسي، تيارات لكن لا اثر لها على السياسه الخارجيه للجزائر او على السياسه العسكريه او الاقتصاديه. والدليل الثالث وباش نستعملوا يعني التدليل او الحجج على ما نقول، نستعمل حجج في ميادين استراتيجية، لأن إذا كان كل دولة عندها أثر على دولة أخرى تظهر في الأمور الاستراتيجية، مش بعت لها وزين تاع القاطو ولا بعت لها ولا شرت عليها خضرة الفواكه. ما نتكلموش على هذه الأشياء، نتكلموا على أشياء استراتيجية. الموضوع الاستراتيجي الآخر ثالث وهو موضوع السيارات، صناعة السيارات أو تركيب السيارات. نشوف باللي تركيب السيارات الوزينات راهم في المروك مش في الجزائر، المصانع نتاع السيارات راهم في المروك. كون كانت الجزائر فرنسا عندها باع في الجزائر كانت تفرض علينا السيارات نتاعها وبالطريقة اللي تحبها هي. ونزيد نأكد أن نحن لسنا ضد فرنسا ولسنا ضد الشعب الفرنسي، نحن نريد علاقة مبنية على مصالح متبادلة بدون تدخل في الشؤون الداخلية للبلدين. علاش؟ لأن احنا شعب مسلم وهما شعب مسيحي، إذا احنا عندنا قيم هما عندهم قيم في كثير من النقاط تعتبر مختلفة. إذا لا يجوز أن فرنسيين يتدخلوا في الشؤون الداخلية نتاع مجتمع مسلم عنده قيم مختلفة. وعلى المبدأ احنا كذلك لا يجوز أن نتدخل في شؤون داخلية لأي دولة مهما كانت، أي فرنسية أو غير مسلمة أو غير مسلمة. نريد علاقات بند للند بدولة لدولة، ولازم على الشعب الفرنسي وعلى الأوساط السياسية في فرنسا وعلى اللوبيات الفرنسية أن تفهم بأن الجزائر بلد مستقل، تتنحى العقلية نتاع لو كونكيرون البلد مستعمر المستعمرة. لا، لازم تتغير العقلية وتكون علاقات طبيعية كأي دولة في العالم. هذا هو الشيء المهم، ولا نكن أي عداوة للشعب الفرنسي. كاين مشكلة مع بعض اللوبيات، اللوبيات نتاع لاجيري فرانسيز، لي نوستالجيك دو لاجيري فرانسيز، اللوبيات تاع بعض الصهيونية التي تريد عودة اليهود إلى الجزائر وعودة أبناء الحركة إلى الجزائر. في هذه النقطة نأكد بأن اليهود ليس لنا أي مشكل مع اليهود كشعب، وحتى إلى يومنا هذا اليهود يأتون إلى الجزائر بجوازات مختلفة. عندنا مشكلة مع إسرائيل، يكون جواز إسرائيلي لا يجوز، لا يمر في الجزائر.
لأننا ليست لدينا علاقة دبلوماسية مع هذا البلد. إذن الأمر واضح. أما أن يكون يهودي بجنسية بجواز سفر فرنسي أو ألمانيا أو أمريكا يأمر بكل بأمر بصفة طبيعية، وحتى يقدر يسكن ويشري هنايا على أنه فرنسي أو إيطالي أو أي دولة، لا يهمنا أن يكون دينه يهودي، لا تهمنا. إذا أمر واضح، أمر واضح، ويكون كي نهار تتحل المشكلة نتاع في الشرق الأوسط، مشكلة فلسطين ومشكلة القدس، وتتحل الأمور، فلتكن علاقات دبلوماسية مع هذا الكيان بدون أي إشكال. أما فيما يخص أبناء الحركة، أنا أقولها بكل صراحة، أبناء الحركة ما عندهمش ذنب، المفروض يكون عندهم الحق أن يأتوا إلى الجزائر، أن يكونوا أحرار في الاستقرار في الجزائر، في العودة إلى الجزائر، في التجارة مع الجزائريين بكل حرية، لأن لا ذنب لهم. إذا كانوا أجدادهم أو آباءهم حركة، هم لا ذنب لهم. إذن ما عنديش إشكال أن أبناء الحركة يأتون إلى الجزائر أو يتخذون الجنسية الجزائرية. هم أحرار، المفروض هم أحرار، لن لا يتحملون وزر آبائهم وأجدادهم. هذه هي. وقضية كل قضية الجزائر، أولاد فرنسا ما أولاد فرنسا، نزيد نأكدها، هي دعاية مخزنية، ورفضوها مراكا واحد اخرين هنا موجودين في الجزائر، رفضوها ولم يعودوا فيها. هذه هي الحقيقة. ومعروف، نعاود نولي القضية تاع المروك، معروف باللي المروك في بعد ما جاء هذا ميمي سيكس محمد السادس حكم الحكم، دفنوا قضية تقرير المصير الشعب الصحراوي، كل الاتفاقيات نتاع اللي سينيها أبوه دفنوها، وخيروا السياسة تجاه الجزائر. قال لك احنا الجزائر هذه ندير لها المشاكل، نخلق لها المشاكل باش تنسى القضية نتاع الصحراء الغربية. وبدأت الدعاية تخدم على جميع الأصعدة. الآن في المروك عندهم جيش تاع الدبابة الإلكتروني، ينشروا في المدنية ماشي عسكرية وكبرانات فرنسا جنرال، حتى في قضية تيغن تورين عندهم يد، حبوا يسلحوا. دوك راهم يروجوا باللي الأزواد والتوارق وصلهم مروكية، باش يدخلوا، باش يلقاو الدارعة باش يدخلوا في المشاكل نتاع المالي، ويدخلوا كذلك حتى في المشادات اللي صارت يعني ما بين في المزاب، بلاد المزاب، دخلوا فيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كانوا يأثروا ويحرضوا من الأباضيين ضد السنة العرب في منطقة نيزاب، كانوا يحرضوا الجهة ضد جهة للانتقال إلى الأفعال
الحرق والقتل وكذا وكذا. إذن حذاري ثم حذاري من، أنا أتكلم عن الشباب الجزائري، لا ينساق في الأطروحات المخزنية اللي راهي تروج عبر صفحات الفيسبوك والإنترنت واليوتيوب دي بروفايل على أنهم جزائريين، وينشروا أفكار خاطئة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.